السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من قناة عائشة بلجيكي، غادي نقدم لكم اليوم حريرة فاسية على حقها وطريقها. أنتم تبعوا معايا غادي تشوفوا الطريقة ديالي. دابا هاد النهار درت هانتوما، درت الماء ولحت عليه الحمص، حيت كنطيب الحمص هو الأول كنشد عليه. ودابا هنا غادي نزيد معلقة ديال السمن هانتوما، هانتوما شوفوا هاو هادو دابا الكرفس، غنهزهم وغنطحنهم هنا. هانتوما هنا غنزيد دابا المعدنوس، تا هو هنا غادي نقردو باش غادي نطحنو فهاد فيتو. نافعاني بصراحة الله، بحال اللي كندقهم في المهراس بحال بحال. دابا هنا غادي نطحنهم، الكرفس والمعدنوس. هانتوما دابا غادي نزيدها هاد لاصوص طوماط، انا مجداها من قبل، دايرها مجداها ان شاء الله حلقه واحده اخرى وندير لكم فيديو ديالها. دابا غادي ندير 3 المعالق ديال المطيشة مركزة حيت عندي طاوة كبيرة. سمحوا لي الاخوات راني ما قلت لكمش، جوج درت جوج معالق ديال الابزار وجوج معالق ديال سكنجبير ومعلقه ديال الخرقوم والملحه، عاوتاني كيبقى على حسب الذوق. عبرتهم بهادي راني كن هذاك كنسحهم هك حيت الطاوه كبيره، لان عائله، لان تبارك الله هذا النهار كاينين الضياف فيها. نشد عليها نص ساعه نولي نحلها ونولي نطلقها. هانتوما احبايبي هنا هنا حليت عليها. هانتوما غادي دابا غادي نطحن القزبر، غنصوب الطحين وغادي نصوب الشعريه. هانتوما ها القزبر فين درتو فهاد الفيتو ديالي، انا غادي نصوبو. ها الشعريه انا كندير سباكيتي كنقطعها طريفات، هادي زلافه ديال الطحين وهذا يطرو ديال الماء. ولكن ها حنا غادي نشوفو، هانتوما تبقاو معايا وحنا غادي نشوفو. دابا غادي نطحن بعدا القزبر. ثم دابا انا غنصوب الطحين، الطحين فرص رطب. هذه حريره فاسيه، انا غادي نصوب دابا الطحين ولكن غير كنصفيه باش يكون شي حبيبات ولا شي حاجه.
ها النتيجه النهائيه للحريره، الحريره الفاسيه. نتمنىكم ديروا لي شير، بارطاجيو، ديروا لي تعليق. السلام عليكم.